تعتبر الرياضة بمدينة تيزنيت قاطرة فعالية للتنمية، فإلى جانب دورها في تهذيب النفوس نجدها تساهم بشكل أو بآخر في إذكاء روح المواطنة لدى الممارسين. على هذا النهج سارت جمعية المستقبل الرياضي تيزنيت لكرة الطائرة، جمعية تأسست في شهر مارس لسنة 2010، واتخذت المركز الثقافي التربوي السعيدية محلا للمخابرة. يتكون مكتبها الحالي من السيد عبد الحليم فاتح بصفة الرئيس، والسيدة زكية الإجدع ككاتبة عامة للجمعية، والسيد زكريا بوركعة أمينا للمال، والمستشارين منير فاتح ومصطفى الزرهوني. أوكلت مهمة الإدارة التقنية للسيد فؤاد حداد الذي يشغل أستاذا للتربية البدنية والرياضة بثانوية الوحدة بمدينة تيزنيت، وهو حاصل على شهادات تدريبية جهوية ووطنية في رياضة الكرة الطائرة. دخلت الجمعية منذ تأسيسها في تنشيط المدينة رياضيا وفي صنف تخصصها، حيث تنظم دوريا رمضانيا محليا وكذا دوري جهوي في الكرة الطائرة الشاطئية نهاية شهر ماي من كل سنة. وفي إطار بحثها عن شركاء رسميين في برنامجها المصدر، وجدت الجمعية لنفسها دعما سنويا من لدن بلدية تيزنيت، حيث تصرف المنحة السنوية في تنقلاتها والمصاريف التي يتطلبها السير العادي للجمعية. وفي نفس الإطار بحثت الجمعية عن شركاء آخرين، فوجدت دعما نقديا من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث كان الهدف من المشروع الذي اتفق عليه الطرفين على النهوض بكرة الطائرة وتوسيع قاعدة ممارستها من خلال تكوين الفئات الصغرى وتشكيل وتطوير فريق مستقبل تيزنيت، وكذا جعل مدينة تيزنيت قطبا من أقطاب كرة الطائرة. تكلفة هذا المشروع قدرت ب 125,970 درهما. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 89,970 درهم، و10,000 درهم وفرتها الجمعية، ومساهمة عينية بقيمة 26,000 درهم. ولضمان استمرار المشروع استعانت الجمعية بخبرة القطاع الوصي والممثل في النيابة الإقليمية للشباب والرياضة. وفي الأخير تطمح الجمعية إلى خلق أجواء مناسبة لممارسة هذه الرياضة واستغلال الطاقات الشابة التي تسهر على السير العادي لهذا المشروع، وكذا الدخول في منافسات محلية جهوية ووطنية في أفق تأهيل لاعبين لتمثيل المدينة في المنتخب الوطني. كما حملت الجمعية على عاتقها لعب دور المشتل في تكوين وتأهيل لاعبين الحاملين لمشعل الكرة الطائرة على جميع الأصعدة.